بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، كل سنة وأنتم طيبين وكل عام وأنتم بخير. خلاص اقتربت مواعيد امتحانات الثانوية العامة لنهاية العام، أتمنى لكم بإذن الله التوفيق بإذن الله في كل المواد اللي أنتم بتجتازوها سواء علمي أو أدبي. أبنائي النهاردة معانا ومعاكم في برنامجكم المحبوب مدرسة على الهواء في مادة التاريخ للثانوية العامة، بإذن الله مراجعة عامة على مادة التاريخ. يا رب إن احنا نقدر إن احنا نتناول مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي ممكن تساعدكم على مواجهة امتحان آخر العام. قبل ما نبدأ معاكم المراجعة نحب إن احنا نرحب بالأستاذ عبد المنعم مصطفى. أهلا بيك يا أستاذ عبد المنعم. أهلا وسهلا بحضرتك. نورنا ومشرفنا أستاذ عبد المنعم. أهلا بيك، كل سنة وطيب. الله يخليك. وأولادنا طيبين كده يا رب إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله، بس يعني يمكن يكون في حالة من التوتر أو القلق، يا ريت نبعد عن الحالة دي شوية. وطالما احنا تعبنا وذاكرنا وحلينا امتحانات كتير نسيب الباقي على ربنا ان شاء الله، وربنا يوفقكم باذن الله. باذن الله ابنائي زي ما الاستاذ عبد المنعم كده بيوصيكم وبينصحكم، الفتره ديت اللي هي فتره الانتهاء من كل ماده عشان نبدا باذن الله. هنركز في اول مادتين كده في الفتره اللي هي قبل الامتحانات بحوالي 8 ايام تقريبا. عندكم بقى الانجليزي والعربي لكل المواد، فمادة التاريخ والمواد الأدبية كلها طبعا كل طالب يحاول يدي بقى كل مادة كده يوم أو يومين في الفترة اللي جاية دي. طبعا من خلال حل الامتحانات وقف قدام كل طالب حتت معينة حس إن هو محتاج يدوس عليها. طبعا ده كله بيظهر من خلال إيه؟ حل الامتحانات. أنا بقول للطالب ما تقعدش تمسك كتاب وتقعد تقرأ فيه تاني، ولكن حل، وكل ما يقف قدامك حاجة ده معناه إن أنت عندك مشكلة في الحتة دي، أحاول أعالجها من خلال إن أنا أرجع للكتاب واجيبها كويس واشوف الاسئله جات عليها ازاي وارجع احل تاني، وكل ما في حاجه لغايه اما تلاقي نفسك في الاخر خدت ثقه في النفس وحليت كويس. طيب هنبدا يا استاذ عبد المنعم النهارده يعني المراجعه العامه كده في منهج التاريخ. والنهارده احنا في المراجعه العامه مجهزين لكم مجموعه من الاسئله لغايه لما تيجي لنا الاتصالات بتاعتكم نشوف مع بعض. اول حاجه في المراجعه العامه احنا جهزنا اول سؤال في المراجعه العامه هو سؤال قارن. وهنا بقول طبعا قارن بين تعهدات سلطان عمان لانجلترا 1798 وتعهدات مصر واسرائيل في كامب ديفيد 1978. طيب طبعا التعهدات هنا يعني يا رب كده تفكروا فيها كده بسرعه. يعني شوف هنا ايه اللي حصل 1798. انجلترا عملت ايه مع سلطان عمان 1700 لما امتى لما الحمله الفرنسيه جت مصر؟ نفتكر كده عشان برضو كلمة تعهدات ممكن تبقى ايه جديدة يعني غريبة شوية بالنسبة لكم، جديدة شوية فانا ما نخضش يعني من منظر الكلمة. استاذ عبد المنعم ما هو فايدة البرنامج هنا ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ بنسحب القلق ليهم ونعودهم على الاساليب الجديدة. هو عمر الطالب هو متعود دايما استاذ عبد المنعم ايه نصوص معاهدة 1798. تمام. طب لو جات له كلمة تعهد هيقف؟ هيقول دي ما انا عمره شفتها؟ انت عارف جات منين يا استاذ عبد المنعم؟ اما لقينا مكتوب في الكتاب ايه؟ وقد تعهد فيها سلطان عمان بكذا، يبقى احنا قلبناها الى كلمة تعهدات. نفس الكلام تعهدت مصر واسرائيل في كامب ديفيد، طمر كامب ديفيد اللي هو الاطار بتاع السلام الإطار. في كامب ديفيد الصيغة هي ابنائي ما تخافوش، احنا وظيفتنا هنا نخفف لكم الامور ونعودكم على صيغ جديد. استاذ عبد المنعم هيشرح لكم النصوص بتاعة المعاهدة على انها تعهدات، ونصوص كامب ديفيد على انها تعهدات من مصر واسرائيل. وبعدين في حاجة يا استاذ عبد المنعم ان احنا عايزين نقول لابنائنا ان دايما المقارنة بتيجي ما بين حاجة من فصل حاجة ده المفروض اذا كان السؤال فنيا صح، اذا كان فنيا صح انما طبعا جل ما لا يسهو يعني ممكن احنا بنقول كده ويجي مثلا ايه بس حاجه فصل بس باذن الله. لا هو في حرص على الحته دي يا استاذ عبد المنعم. اتفضل زمان يعني مثلا ما اقول النص المعاهده او المعاهد التعهدات للسلطان عمان. طبعا اول حاجه طرد جميع الايه الرعايا الفرنسيين والهولنديين من عمان، وعدم اقامه شركات او عدم السماح باقامه وكالات يعني شركات تجارية هولندية أو إيه أو فرنسية، ده غير كل الرعاية الفرنسيين يمشوا. شوف يعني شوف التعهد هنا إيه طرد، مش يعني لا طرد جميع الرعاية الفرنسيين. هذا بالإضافة إلى إيه بقاء جيش إنجليزي اللي هي مكتوبة إيه حامية إنجليزية في عمان لتأمين طبعا طرق مواصلات إنجلترا إلى مستعمراتها فين في الهند. يبقى دي ثلاث تعهدات اللي هم موجودين في المعاهدة بتاعة 1798 اللي فرضتها مين؟ طبعا انجلترا
على عمان، وانا بعتبر ان ده نوع من انواع الحماية او الاحتلال اللي بدأت بيها انجلترا في عمان منذ عام 1798. طيب استاذ عبد المنعم، قبل ما نكمل على الجزئية التانية، معانا دعاء من سوهاج. الو الو. ايوه السلام عليكم. اهلا اهلا. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دعاء، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا بيكي صديقه البرنامج، واحنا سعداء بيكي جدا. الله يخليك يا رب. ازي حضرتك يا مستر عبد المنعم؟ ازيك يا دعاء، عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبين. ربنا يوفقك يا دعاء ان شاء الله، وتعبك تعبك طول السنه ان شاء الله يا رب كده يكون بالنجاح، يعني التفوق باذن الله. يا دعاء ان شاء الله. اتفضلي. بيقول ما العلاقة بين لحظة بقى كده، استاذ عبد المنعم يكتب معانا ما العلاقة بين موقع انجلترا. نعم، موقع انجلترا. موقع انجلترا البحري في اوروبا. ايوه. والحملة التي ارسلتها فرنسا الى مصر. والحملة الفرنسية على مصر. تمام، ارسلتها فرنسا الى مصر. تمام، الحملة الفرنسية على مصر. السؤال الثاني، ما مقترحاتك لدعم كفاح الشعب الفلسطيني؟ لدعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. تمام. ما رأيك فيه موقف الولايات المتحدة الولايات المتحدة من إسرائيل في عقاب الحملة العالمية الثانية. في عقب الحرب العالمية الثانية. وبرضه في سؤال تاني معلش يا مستر. اتفضلي. ما النتائج المترتبة على دي واحدة يا دعاء؟ لحظة استاذ عبد المنعم يقلب الورقة بس يا دعاء. ماشي حاضر. ما النتائج المترتبة على التطبيق غير السليم. ايه؟ التطبيق غير السليم للخطخطة. التطبيق غير السليم للخصخصة على الاقتصاد المصري. على الاقتصاد المصري. مش هو في سؤال مستر اختياري، هو بيقول الوزارة التي تولت الحكم بعد مقتل السيرلستاكس. لحظة، هي وزارة مين؟ الوزارة التي تولت، هنكتبها عشان أبنائنا، تولت الحكم بعد مقتل السيرلستاكس. بعد مقتل السير لستاج. تمام. وزارة سعد زغلول ولا مصطفى النحات ولا النقراشي ولا احمد زيوة؟ وزارة احمد زيوة. استاذ عبد المنعم هو بيقول لك هو اللي مسك وادى ذلك الى انهيار الحكم الدستوري وانتكاسه. ماشي. هو مستر صدر بروتوكول الاسكندرية، انا عارفاه في اكتوبر 1944، بس كام، 6 ولا 7 على كده يعني؟ لا ما عندناش، مش مطلوب منك الايام. ما مطلوبش يعني اقول اكتوبر 1944. لا صدر كفاية. وباذن الله يعني مش هيبقى مطلوب منك كمان السنه باذن الله، قد ما تفهمي البروتوكول اصلا بينص على ايه. معايا؟ مع حضرتك يا مستر. هو المستر يعني انا في الفصل الثامن زي ما حضرتك قلت، يعني انا هذاكر اول درس او درسين بس، وثوره 30 يونيو وثوره 25 يناير، يعني ما ركزش عليها جوه. بص يا ماما، احنا اتكلمنا وقلنا ان الفصل الثامن الاسئله باذن الله هتبقى أسئلة مش هتمس الجانب السياسي المعاصر أو الجانب الديني، لأن الأحداث الجارية ما زالت موضع تساؤلات، فإحنا هنبعد عن أي نقد سياسي لأي جماعة دينية أو سياسية أو تحليل، لكن الأسئلة تجيلك على الخصخصة، على المنابر، على اللي هي أسباب قيام ثورة 25 يناير، أما الأحداث فما فيهاش باذن الله اسئله، عشان دي جزء ما زالت موضع نقاشات. خلاص ماشي مستر عبد الرحمن، ممكن رقم حضرتك؟ طيب يعني هو ممكن يا دعاء في الكنترول يدهولك؟ ماشي يا مستر. ماشي يا دعاء. ماشي يا ماما. طيب يلا هنجاوب لك بقى يا دعاء. استاذ عبد المنعم، طبعا اول سؤال لدعاء، موقع انجلترا في اوروبا ومجيء الحمله الفرنسيه. طبعا هو سؤال من الاسئله الجميله، يعني ما العلاقه بين الموقع الجغرافي لانجلترا في اوروبا ومجيء الحمله؟ كلنا عارفين ان ملوك اوروبا بزعامه انجلترا عملوا ايه؟ تحالفات للقضاء على الثوره الفرنسيه بسبب خوفهم على العروش بتاعتهم. ماذا فعلت فرنسا؟ نجحت فرنسا في الانتصار على كل الدول الاوروبيه، وتوسعت فرنسا واصبح لها مكانه عاليه في اوروبا، ولكن فشلت فرنسا
شوف بقى هنا اهو، فشلت فرنسا في ضرب انجلترا في عقر دارها، يعني في قلب دارها. السبب ايه؟ ان انجلترا بتتمتع، على فكرة انجلترا هي بريطانيا، بتتمتع بموقع جغرافي منعزل عن اوروبا، لان يعني يفصل فرنسا عن بريطانيا وعن انجلترا بحر المانش، يفصل انجلترا عن اوروبا بحر الشمال، وطبعا والمحيط الاطلنطي من الغرب وشمال انجلترا. يعني الحقيقه انجلترا عباره عن مجموعه من الجزر، المياه تحيطها من جميع الجهات. ولذلك عشان فرنسا تضرب انجلترا في عقر دار، يعني في قلب دارها، لابد ان يعبر الاسطول الفرنسي طبعا بحر المانش ليصل الى سواحل انجلترا. طب اذا الاسطول الفرنسي راح انجلترا، بيجد اقوى اسطول بحري في العالم وهو الاسطول الانجليزي يحمي سواحل انجلترا. عشان كده فرنسا فشلت في ضرب انجلترا في عقر دارها، لذلك فكرت فرنسا في عهد حكومة الادارة الانتقام من انجلترا في مكان اخر الا وهو مصر. ففرنسا قالت انا هبعت حملة عسكرية، وفعلا جت الحملة بقيادة نابليون في 1798 للانتقام بقى من مين؟ من انجلترا، لان هي ما عرفتش تنتقم منها في قلب دارها، فتنتقم منها عن طريق احتلال مصر للقضاء على الامبراطوريه البريطانيه في الشرق، تسهيل مرور التجاره الفرنسيه من مصر بدلا من راس الرجاء الصالح، يعني اللي بيسيطر عليه الاسطول الانجليزي، بالاضافه الى اقامه امبراطوريه فرنسيه شرقيه. يبقى دي العلاقه بين موقع انجلترا في طبعا اللي هو الجغرافي ومجيء الحمله الفرنسيه. طيب سؤال استاذ عبد المنعم، هناخد معانا محمود من اسيوط، ونرجع نجمع بقى الاسئله، نقف كده نجمع نجاوب اسئله دعاء ومحمود. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا محمود. محمود من اسيوط. ازيك يا عبد المنعم؟ اهلا بيك يا محمود. ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. سلموا لي على الاستاذ احمد صلاح بالتاكيد. الله يسلمك يا حبيبي. الله يوصل. خلاص طب ممكن يعني الفصل الثامن اول وقبل ثوره يناير وثوره 30 يونيو، ممكن الشرح ثاني بعد اذنكم يعني؟ ممكن سمعتم. ممكن نعيد يعني شرح الفصل الثامن ثاني؟ ايوه. طيب بس احنا دلوقتي عشان نعمله ده هنجهز ليه حلقه، عشان انت عارف طبعا مش عايز انا اقفل الاسئله على الهواء يا محمود، عشان ماشي. اكيد انت وغيرك عنده كميات كبيره، فباذن الله هنحاول يبقى في حلقتين الاسبوع الجاي ولا حاجه، بحيث يبقى في حلقه منهم. الف شكر. شكرا. انا طب مش هسال اسئله، بس انا متجهز جوه، بس ممكن اسال يعني. ادينا الاسئله بقى بتاعتك. طب ادينا اسئله من التامن عشان من خلالها نشرح لك اللي انت عايزه. كمان طب ما عنديش اسئله من التامن، انا ممكن اسال. طيب انا متجهز جوه، بس ممكن اسال. ممكن تتسال؟ طيب ايه رايك بقى نسالك اسئله دعاء ونرد عليك ونعقب؟ ماشي. لما يجي سؤال انت، اولا سؤال ما له علاقه الاستاذ عبد المنعم جوه طبعا، فنيا اما نيجي نجاوب نعمل ايه؟ لازم الطالب يبقى فاهم ان العلاقه. ممكن طب اجاوب السؤال؟ ما استاذ مين طلع على المونيتور اللي هو ما العلاقه بين موقع انجلترا في اوروبا والحمله الفرنسيه؟ الحمله الفرنسيه طبعا احنا تعلمنا من حضراتكم ان احنا هنشوف الحدث الثاني وتاثيره على الحدث الاول وتاثيره على الحدث الثاني. الله عليك. بالتاكيد الحدث الاول موقع انجلترا، فشلت فرنسا في ضرب انجلترا في عقر دارها بسبب موقعها الممتاز، بسبب انفصالها عن القاره الاوروبيه، فاقترحت حكومه الاداره انها تهجم على انجلترا في عقر دارها، ولكن رفض نابليون هذا وقرر ان يحتل مصر ويقطع طريق عليها باحتلال مصر عن طريق اهم مستعمراتها اللي هي الهند. تمام. يبقى العلاقه ان الموقع خلى فرنسا عايزه تضرب انجلترا من خلال موقع مصر. ممكن طب اسئله القدرات يعني اللي هي ماذا يحدث وكده يعني. طب يلا ما مقترحاتك؟ ده سؤال ما مقترحاتك يا محمود؟ ابنائنا بيبقوا ساعات مش فاهمين يقولوا ايه. ما مقترحاتك يعني هتقدم ايه حلول يعني يا محمود؟ طب بس بعد اذنك، طيب في مدرسين بتقول ان لازم يكون مرتبط، ممكن يكون لازم يكون مرتبط بالمنهج. مرتبط بالمنهج؟ لا لا يا محمود. بص يا محمود، احنا باذن الله في نموذج الاجابه اللي هيجي وباذن الله تراعى اي اجابه منطقيه مرتبطه بالموضوع. يعني انت اي اقتراح من عندك ايجابي، يعني ما تقدرش تقول لي ايه اقترح ان هم يستسلموا، اقترح ان هم يتخلوا عن انشاء وطن. شايف السؤال يا محمود اهو؟ ما مقترحاتك؟ ما مقترحاتك السؤال اهو؟ لدعم لدعم كفاح ايه؟ الشعب الفلسطيني اهو يا محمود. يلا يا محمود ده سؤال يعني ممكن من طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، مقترحاتك لدعم الشعب الفلسطيني؟ ايوه. توحيد الجبهه العربيه، تفعيل جامعه الدول العربيه.
امشي اكمل ولا ايه؟ كمل. توحيد الجبهه العربيه، توحيد انشاء جيش وطني قوي، توحيد انهاء الخلافات بين الحكماء العرب في الوطن العربي، انشاء سوق اوروبيه مشتركه، دعم الشعب الفلسطيني بالمال وبالسلاح وبالرجال مثلما فعل في حرب 48، ولكن الاختلاف ذلك بان الشعب العربي معه اخطر سلاح في العالم وهو بالتاكيد سلاح البترول اللي ياثر على اي دوله تقف جبال الشعب الفلسطيني زي ما عملنا في حرب 73. طيب كده بص يا محمود، انت بتقترح حلول، طب فين الشعب الفلسطيني نفسه؟ ما تحاول كده تقول لهم يعملوا ايه؟ الشعب الفلسطيني لا يتنازلوا عن اراضيهم ويدفعوا بالغالي والنفيس من اجل تحرير بلادهم بالتاكيد. وكمان طب انت حاسس يا محمود الشعب الفلسطيني دلوقتي ايد واحده يعتبر فيه انقسام؟ يعني يقول له يجب توحيد صفوف الشعب الفلسطيني. يبقى نبدا باول مقترح. نبدا بيه ده بقى، شفت بقى؟ يبقى انت بتقول مقترحات استاذ عبد المنعم، لازم نركز برضه على الشعب نفسه، نقول له ان احنا نحاول نجتمع بقيادات الشعب الفلسطيني عشان ينسوا خلافاتهم ويوحدوا صفوفهم ويقضوا على الخونه في صفوفهم حتى يتمكنوا من التصدي يد واحده وصف واحد للخطر الاسرائيلي. كويس يا محمود، شفت بقى القصه؟ طب قولي، طب ما رايك في موقف الولايات المتحده من اسرائيل في عقب الحرب العالميه الثانيه؟ هو السؤال الثاني ده يا محمود. استاذ عبد المنعم بص عليه على الشاشه. مش ده برضه بتاع المانيا الغازيه؟ موقف انت رأيك. قول وبعدين احنا نتكلم. ما رايك في موقف امريكا والولايات المتحده من اسرائيل في اعقاب يعني بعد الحرب العالميه الثانيه؟ يعاب على امريكا فيما فعلته مع الحرب العالميه الثانيه بانها امرت حلفتها الضعيفه من بالنسبه لها انجلترا بدخول قررت من الاول انا المانيا النازيه بعد اضطهاد هتلر واضطهاده في المانيا النازيه. عملت ايه مع انجلترا امريكا امرت انجلترا بدخول بفتح ابواب ايه؟ بفتح ابواب فلسطين امام فتح ابواب فلسطين لهجرة اليهود، حتى قالت انجلترا بان لا يسمح بدخول هذه الاعداد لان ذلك يعد يعني عشان يدخلوا الاعداد دي يقتلوا الشعب الفلسطيني عشان يدخل هذه الاعداد الكبيره. فانجلترا لم تستطيع ان تصمد امام حلفتها القويه ودخلت هذه الاعداد. طب انا برضو عايز ايه يعني انا رايك انت يعتبر انت كل ده بتشرح ينقد على امريكا بانها يجب ان تكون محايده في القضيه الفلسطينيه ولا تعطي الارض الا لغير اصحابها. ايوه هو ده الكلام بقى يا محمود، ونقول ان هي انحازت لليهود حيث ضغطت على انجلترا من اجل اليهود. وبرضه ما تنساش ان انت تقول ان هي انحازت في اللجنه الانجليزيه الامريكيه يعني في موقف ثاني هيحصل. استاذ عبد المنعم بيقول لك يعني في موقف، ما هو مش الموقف ده الاولان يعني دعمها في الهجره وبعدين وقوفها، حتى قلنا كانت قرارات اللجنه الانجليزيه الامريكيه ها تعبر عن الانحياز الواضح لصالح اليهود، تنفيذ وعد بلفور، فتح باب الهجره، تشجيع. طب يا محمود معايا؟ احنا ادينا لك السؤال ده مثلا ما رايك؟ طبعا زميلتك دعاء هي اللي بعت لنا السؤال ده. لو انا شلت كلمه ما رايك وقلت لك بما تفسر انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الشديد للصهيونية في أعقاب مثلا الحرب العالمية الثانية، إيه سبب الانحياز الأمريكي للصهيونية؟ انحياز الولايات المتحدة للصهيونية بسبب مساعدة الصهيونية للولايات المتحدة في الانتخابات وبسبب تأثيرها على دخول لا سيبك من الانتخابات دي بسبب مساعدتها على دخول اكتمال روسيا الحرب. لا ده انت كده بتتكلم على انجلترا وعلى بره. انا عايز الولايات المتحده الامريكيه يعني ايه سبب التحيز الشديد للولايات المتحده الامريكيه للصهيونيه بعد او في نهايه الحرب العالميه الثانيه؟ انت عندك امريكا ساعدت يا محمود الصهاينه او الصهيونيه، ساعدت امريكا في حاجتين افتكرهم، في القضاء على تحطيم المانيا النازيه، القضاء على المانيا الايه؟ القضاء على المانيا النازيه تمام اللي هو ايه بزعامه مين؟ بزعامه هتلر وبتساعد امريكا في حاجه ثانيه، السيطره على الشرق الاوسط، على الشرق الايه؟ السيطره على الشرق الاوسط اللي اصبح حيث من يتسيطر على الشرق الاوسط يملك العالم. طب ايه سبب يقول لك الشرق الاوسط اصبح على درجه كبيره من الاهميه حيث بسبب وجود بالتاكيد قناه السويس والبترول في الشرق الاوسط؟ تمام يبقى طيب. شوف احنا السؤال هنا اكتر من احتماله، وممكن يجي يقول لك دلل انحازت الولايات المتحده الامريكيه لليهود عقب الحرب العالميه الثانيه، ممكن يقول مؤتمر بالتيمور
وامر انجلترا. لا لا، مؤتمر بلتيمور خلال الحرب. خلاص ماشي. اما اجي اقول لك دلل انحازت الولايات المتحده الامريكيه اللي عقب الحرب العالميه الثانيه، هنقول بقى ان هي وقفت بجنوبهم في الهجره اللجنه الانجليزيه الامريكيه وبعدين نتكلم برضو عن الجزء الاخير اللي هي اول دوله اعترفت باسرائيل بعد ايه اللي هو قرار التقسيم. طيب محمود، في السؤال بقى اللي هو ما النتائج المترتبه على التطبيق غير السليم للخصخصه على الاقتصاد المصري؟ طب انا مش مذاكر الدرس الثامن يعني. طب احنا بقى احنا نشرحه لك اهو من الفصل ايه. طب ممكن تفضل السؤال واشوفه. تطبيق غير السليم للخصخصه على الاقتصاد المصري. على المنطر اهو السؤال اهو. لا حاجه مش عارف السؤال ده. ده هي ليه كذا نقطة كده يا محمود. طيب بص يا محمود، الجزء بتاع الخصخصة ده طبعا للأسف السادات الله يرحمه، شكرا يا محمود واسمعنا من خلال. ممكن طيب أسأل أسئلة تاني ما زي حدث ولا إيه؟ طب عشان ندي فرصة بقى لغيرك يا محمود برضو وكده عشان في ناس معانا. أنا اتصلت بالأستاذ عبد المنعم مصطفى والأستاذ أحمد صلاح في أول السنة عشان مشوار فلسطين والقدس يعني، ومتشكر يعني على الكلام يعني اللي انت رديت عليا فيه، اللي انا قدرت اقنع فيه زملائي لو تفتكر استاذ عبد المنعم. نعم يا حبيبي. مش عارف، شكرا استاذ. ربنا يخليك حبيبي. شكرا شكرا ليك يا محمود. تشرفنا مره ثانيه يا محمود. شكرا يا محمود. السؤال بقى اللي هو يا استاذ عبد المنعم، التطبيق غير السليم للخصخصه على الاقتصاد المصري. طبعا ابنائي لازم نعرف ان سياسه الخصخصه هي تطبيق خاطئ للوضع الاقتصادي في مصر، وربطوه بالانفتاح الاقتصادي اللي وضعه السادات الله يرحمه. طبعا ما فيش علاقة خالص بين الانفتاح الاقتصادي والخصخصة. سياسة الخصخصة هي تمت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بداية من 85 يعني الخصخصة ما لهاش علاقة بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولكن تم تطبيقها في عهد حسني مبارك بمعنى اللي هو نظرية رأس المال الخاص. والله هو الفكرة كويسة جدا، ولكن التطبيق هو التطبيق الخاطئ في مصر. أستاذ، ما هو هي تمت بلا ضوابط قانونية. بلا ضوابط. يعني أنا مثلا ببيع المصنع ولا ألزم الرجل اللي اشترى من الدولة المصنع ان هو يظل في نشاطه وعدم طرد العمال، فكانت النتيجة ان هم قفلوا المصانع وباعوا الاراضي وسرحوا العمال في الشوارع والمهندسين، وبدون النظر الى ان العمال دول والموظفين بتوع المصانع دول ان هم ممكن يعملوا حركات احتجاجية ومظاهرات، وقد كان هو ده اللي حصل. هو عايز هنا اصدق منهم برضو يقول لنا ايه يعني ايه اللي نتج عن ده. ما انا بقول اهو يعني النهارده بدايه انت شرحت نقطه ان هو ايه بقى ان سوء احوال العمال. تمام. ترتب عليه سوء احوال العمال وضياع حقوقهم بسبب سوء تصرفات اصحاب رؤوس الاموال. هي اول نقطه صعب منها اللي رجعنا تاني بقى في سيطره ايه، عوده زي ما ستك بتقول اهو، عوده سيطره اصحاب رؤوس الاموال على الحكم. وبداوا يوجهوا سياسه الخصخصه لمصالحهم، فنتج عن ذلك زي ما زعب مني مالنا ضياع حقوق الكثير من العمال، قعدوا في البيت حيث فقدوا اعمالهم بسبب قيام اصحاب المصانع التي تم تسخيصها واصبحت في يد اشخاص يعني اخراجها من مفهومها او من مضمونها وتحويل هذه المصانع الى اعمال اخرى او بيعها. باعوا اراضي تقسيم مباني. تمام. يعني الحقيقه في حاجات كتير جدا احوال الاقتصاد المصري. طيب عايزين معانا مكالمه، مين معانا؟ اسماء من الجيزه. الو، ازي حضرتك يا مستر؟ الله يخليكي، اهلا بيكي. ازيك يا اسماء؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. اتفضلي يا اسماء، عندك اسئله؟ عندي السؤال الاول. ايوه. هو في نماذج الوزاره، في سؤال جهه الحمله الفلسطينيه. اسماء، ما فيش نماذج وزاره. بصي يا اسماء، النماذج اللي موجوده على موقع الوزاره فيها اخطاء، واللي عاملها المركز القومي لتطوير الامتحانات مش مكتب المستشار، واحنا صلحناها. فيا ريت لو عندك اي سؤال حاسه بيه باي صيغه غلط قول لنا عليه. اتفضلي قولي السؤال. في سؤال، جاءت الحمله الفرنسيه على مصر في عهد هو مش كاتب حكومه الاداره، كاتب قلنا ده. هو دي من ضمن صلحناها من ضمن الاخطاء. دي حكومه الاداره، اكتبي حكومه الاداره. احنا بنعتذر لك يعني، ولكن ده خطا ملوش علاقه بمكتب المستشار ولا يعني الوزاره، هو اتحط كده وفي اخطاء ما اتراجعتش، فكويس ان انت اكتشفتي وده يدل على انك فاهمه، لان الاجابه مش موجوده في النموذج. طب في ايه تاني؟ طب السؤال الثاني بقى، انقد اهميه الاحداث التاريخيه الاتيه. المفروض ان السؤال ده حضرتك يا اسماء، مفيش حاجه اسمها انقد. انا عندي حدث مهم انقده ازاي؟ انا انقد موقف، يعني ما ينفعش يقول لي انقد اهميه حادث توليه محمد علي. انا اقصد كده.
خلاص هو السؤال غلط وانا صلحته والله، واتكلمنا انا وسعد منهم مع مكتب المستشار، بس هو للاسف النزوف بقى الضغط اللي حصل، فكويس ان انت برضو فهمتي، في غيرك ما فهمش. لكن هو عمر السؤال ما هيجي يقول لك انقد، يجي يقول لك وضح اهميه الحدث. خلاص؟ بس لو هو حدث سلبي اكيد بيبقى فيه انقد عادي يعني. اكيد. اجي اقول لك انقد يكون فيه نقد، اما اجي اقول لك انقدي دستور 23 فيه نقد. ماشي؟ قولي يا اسماء ايه تاني؟ السؤال ده بقى وضح العلاقه بين قيام الحرب العالميه الاولى لحظه بس وتغير الاوضاع مثل السياسيه. انا ممكن هنا اقول لحظه عشان هنكتب معاك، وضح العلاقه بين ايوه قيام الحرب العالميه الاولى وتغير اوضاع مصر السياسيه برافو عليك صالح. ممكن حضرتك هنا اقول يعني اعمله بما تفسر واقول تغيرت اوضاع مصر السياسيه اثناء الحرب العالميه الاولى. ممكن اصل بما بس هنا الاجابه صح. لحظه يعني احنا اتعلمنا ايه؟ الاستاذ عبد المنعم كان بيتكلم العلاقه امسك حدث اول ايه تاثيره على الحدث الثاني، عشان كتير من ابنائنا ما كناش عارفين الكلام ده، احنا وضحناه لكم على الهوا. الحرب العالميه الاولى لما قامت وضع مصر السياسي اتغير؟ ايوه. تقول ايه بقى؟ لانه مع قيام الحرب تبدلت الدكتوره بالشعب. ايوه. لا مش دي بقى، مش دي قامت الغاء السياده العثمانيه. شوف الزعيم بيقول لك ايه؟ وفرض الحمايه البريطانيه واعلان الحمايه البريطانيه وعينه عباس حلمي الثاني. لا مش عباس، لا عزلته حسين كامل وعزلت عباس حلمي الثاني وبعد ما توفى الملك فؤاد حسين كامل جابت الملك فؤاد. بصي هو التغير اللي تم زي ما الزعيم بيقول كان بيتكلم معاكي، هما حاجتين، الغاء السياده العثمانيه واعلان حمايه وضع مصر تحت حمايه بريطانيه، عزل عباس حلمي، تعيين السلطان حسين كامل. بس ده الوضع السياسي. مش هكمل يعني بقى بص لا لا بص يا ماما، يعني احنا بنقول ايه قبل الكلام ده؟ مصر ولايه عثمانيه وانجلترا معترفه بذلك ولا مش معترفه؟ لا لم تحترف. لا ليه؟ اعترفت في القانون الاساسي. القانون الاساسي علامة الحمايه البريطانيه. ماما انا بقول قبل الحمايه البريطانيه مش انجلترا بتعترف بان مصر ولايه عثمانيه؟ قبل الحمايه. استنى يا استاذ، طب اسمعي معانا. بص استاذ مني عايز اقول لك، بص اسمعي، فاكره لما تم الاحتلال البريطاني؟ ها؟ انجلترا بعد ما دخلت مصر خلت ايه؟ اللورد دافرين يعمل القانون الاساسي، صح؟ صح. قال ايه في القانون الاساسي؟ ابقاء مصر تحت السياده العثمانيه. حتى لا يغضب السلطان. يبقى مصر معترفه بس يبقى انجلترا معترفه بمصر ولايه عثمانيه. انجلترا مش معترفه ولا معترفه؟ ها؟ ما هي؟ مش ده نص؟ نص قانون اهو. جت غيرت اهي، لغت السياده، يبقى اتغير وضع مصر ولا ما اتغيرش؟ اتغير. لان مصر بدل ما نقول ولايه عثمانيه خلاص ولغيت السياده وبقت تحت الحمايه الايه؟ يعني مستعمره انجليزيه 100%، خلاص يعني فعليا واسميا اصبحت مصر مستعمره انجليزيه. يبقى ده تغير وضع مصر السياسي. ايه تاني؟ السؤال الثاني اللي هو بحث الجهاز الحاكم في مصر اواخر القرن ال 18 وحركه علي بيك الكبير. لحظه برضو العلاقه؟ العلاقه. قولي بقى السؤال. ضعف. وضح العلاقه بين ضعف الحكم العثماني. جهاز. الجهاز الحاكم. الحكم العثماني. جهاز الحكم في مصر. ها؟ اواخر القرن ال 18 وحركه علي بيك الكبير. اواخر القرن ال 18 وحركه علي بيك الكبير. اسمع الاجابه مع الاستاذ عبد المنعم. هقول اللي هو النظام العثماني في مصر فايز. اسباب الضعف. فاكره كان النظام الحكم العثماني يحمل في طياته عوامل ضعفه اللي هي قصر مده حكم الوالي وزياده سلطه الديوان والحمايه وزياده سلطته مما ادى الى قيام المنازعات بينهم وفساد الحاميات اللي هي العسكريه العثمانيه. مين استغل الفرصه اواخر القرن ال 17 مين استغل فرصه ضعف الحكم العثماني من ناحيه ودخول الدوله العثمانيه في حرب ضد روسيا من ناحيه ثانيه؟ علي بيك الكبير اللي هو كان يتولى منصب شيخ البلد واعلن استقلاله بمصر وطرد الوالي العثماني ومنع قدوم غيره وامتنع عن دفع الفرار. تمام الله ينور. هي دي. بص يا اسماء بنقول دايما ايه؟ ان هناك عوامل داخليه وعوامل خارجيه ساعدت على قيام حركه علي بيك الكبير. فانت جبت لنا السؤال اهو، يعني لولا الضعف ما كانش هو انتهز الفرصه زي ما الاستاذ عبد المنعم قال.
الدولة العثمانية ضعيفة، فده اللي شجعه. ضعف الدولة العثمانية. ده اللي شجعه. يبقى هو ما تشجعش إلا لما لقى إن الدولة مشغولة بالنزاعات. ومشغولة بالنزاعات الخارجية، يبقى عامل داخلي، ده أنا ممكن أجي أقول لك إيه؟ ما العلاقة بين الظروف الدولية وقيام حركة علي بيه؟ إيه رأيك بقى؟ شفت السؤال؟ ما العلاقة بين الظروف الدولية وقيام حركة علي بيك الكبير؟ الطالب لو مش مركز ها؟ الظروف الدولية اللي هو النظام كان ضعيف عشان لا دولية. لا شفتي بقى؟ ما نتكلمش عن النظام، هنتكلم عن الحرب بين روسيا والدولة العثمانية. ما دي ظروف دولية. نتكلم عن حركة علي بيك الكبير بس؟ يا بنتي فهمي بقول لك تاني، ما العلاقة؟ يا أسماء مستعجلة، أسماء بابا يعني انا عايز بالراحه كده. هو استاذ محمود بيقول لك ايه؟ أيوة. وضح العلاقه بين الظروف الدوليه خلاص وقيام حركه علي بيك الكبير. الظروف الدوليه دي تبقى خارج حدود الدوله العثمانيه بس، خارج مصر. اللي داخل الدوله العثمانيه قصر مده حكم الوالي عليه وسلطه الديوان على الوالي، انما الظروف الدوليه ان الدوله العثمانيه داخله حرب فعلا ضد روسيا فمشغوله مش فاضيه. ماشي. فعلي بيك الكبير استغل الظروف الدوليه واعلن استقلاله بمصر عن الدوله الايه العثمانيه. يبقى علي بيك يا اسماء استغل حاجتين، ظروف داخليه وظروف دوليه. الظروف الداخليه ضعف نظام الحكم اللي هو قصر مده حكم الوالي، الدوليه حرب الدوله العثمانيه ضد روسيا مع روسيا. تمام يا اسماء. في تاني حاجه؟ في سؤال تاني. قول اتفضلي. ماذا يحدث اذا لم ترحل القوات البريطانية عن مصر 1803؟ هو هنا في حاجات كتير قوي، المفروض ان انا اكتفي بعدد معين. طب لحظة ما كتبناش السؤال يا اسماء. والله هنكتبه عشان ده. ماذا يحدث اذا لم ترحل القوات البريطانية ايوه انجلترا عن مصر 1803؟ طيب انا مش هقول لك كده، استاذ عبد المنعم هيجاوب. بس بصي بقى، هو حضرتك هنا نكتفي بعدد معين من الاجابه. اكتبي اللي انت عارفاه يا اسماء. بصي يا اسماء، انت على فكره انا عايزك يعني الاول ايه تسمعي وتفهمي قبل ما عشان يوصل لك اللي انت عايزاه وعشان ابنائنا. سؤال ماذا يحدث اذا بتيجي الاجابه عليه في درجتين، يعني احنا بنحتاج الطالب ساعات درجه ونص. هنقول لك تظبط لي مع اساس نقطتين، بس صعب لي ساعات، ودي تيجي على حسب اللي بيحط في الامتحان. في سنه كل سنه بنختلف، ساعات بنعملها 1.5 ساعات نعملها 2. نقول 2، مطلوب منك ايه؟ مش اقل من نقطتين، عشان تبقي كويسه اكتبي 3 نقط، عشان لو نقطه خابت يبقى الاثنين كويسين. بس نقدر نقول ادي الاجابه، انت عايز تكتبي 10 اكتبي. هو طبعا انت ممكن تستنتجي كتير، شوف الاستاذ عبد المنعم هيقول لك ايه في الاجابه، ممكن يقول لك تيجي 6 نقط. اقل اجابه ما تقلش عن 3، عشان لو واحده خابت يبقى الاثنين مظبوطين، تاخد الدرجه ونص او تاخد الدرجتين. نقولهم بقى مع بعض، الاستاذ عبد المنعم هيقول لك الاجابه. اتفضل. اول حاجه، لم يرحل محمد بيك الألفي بصحبة الأسطول الإنجليزي إلى إنجلترا، مش كده؟ دي نمرة واحد. لم يتوطد مركز خسرو باشا في الحكم، لأن بعد رحيل الإنجليز خسروا إيه؟ مركزه بقى قوي. عدم خوف المماليك على أنفسهم، خلاص؟ وعدم قيام المعارك بين العثمانيين والمماليك، وما كانش المماليك هيسيطروا على وما ظهر محمد علي على المنيا، وكانت انجلترا استمرت في مساندة المماليك من اجل دولية محمد. يعني في حاجات كتير، يعني عندنا مش اقل من 4 نقط. خلاص، في حاجه تاني؟ لا، في معلش بس اخر سؤال. قولي يا ماما اتفضلي. وضح رايك في المقوله التاليه، ان محمد علي كان على حق حينما اعتبر ان مصر والسودان وحده واحده. ان محمد علي كان على حق عندما اعتبر ان مصر والسودان وحدة واحدة. طبعا هو بيقول لك ما رايك، انت هنا هتقولي انا اوافق على هذا الراي، لان مصر والسودان راى محمد علي ان تربطهما وحده نهر النيل والمجال الحيوي والموقع الجغرافي والامتداد الطبيعي، حيث ان هناك علاقات وثيقة تربط مصر والسودان، وأن السودان يعتبر عمق استراتيجي لمصر، وأن أمن مصر يبدأ من أمن السودان، وأن السودان يمثل الجزء الجنوبي لمصر، وأن محمد علي وجد من أجل قيام دولته أن يوطد حدود مصر الجنوبية. هتلاقي حاجات كتيرة جدا بتتكلم عن الموقف. شكرا لك يا أسماء. شكرا لحضرتك. متشكرين جدا لك. نشوف بعد كده أستاذ عبد المنعم حاجة من أبنائنا. في سؤال بقى أنا كنت سيادتك كاتبينه عن المقارنة، أستاذ عبد المنعم السؤال بقى ابنائي استاذ عبد المنعم قبل ما يجهز الورقه، هو سؤال مقارنه بين مطالب ومطالب.
طبعا احنا كتير جدا بنشوف الامتحان قارن بين معاهده ومعاهده من حيث النصوص، قارن بين مؤتمر ومؤتمر من حيث النتائج. انا ممكن اجيب لك معركه وحرب، يعني ممكن اجيب معركه النصبين يعني وحرب 48 زي الفرمان والتصريح. يبقى مش شرط. يبقى يا ابنائي المقارنه بين حاجتين زي بعض في اللفظ، مش شرط فرمان وفرمان. استاذ عبد المنعم قال لكم ايه؟ فرمان وتصريح، ممكن لجنه ومعاهده، اي حاجه فيها كلام ممكن يتحط هنا وهنا مفيش مشكله. احنا جهزنا لكم حته مقارنه، استاذ عبد المنعم جهزها لنا بقى اهي، وشوفوا معانا على المنطق. كان قارن بين تعهدات سلطان عمان لانجلترا 1798 وتعهدات مصر واسرائيل في كامب ديفيد عام 1978. كامب ديفيد بقى التعهدات، احنا قلنا طبعا السلطان خلاص، قلنا الثلاث تعهدات بس نفكر ولادنا بيه تاني، اللي هو طبعا عدم السماح بقيام وكالات هولندية أو فرنسية، طرد جميع الرعاية الفرنسيين من عمان، بالإضافة إلى بقاء حامية إنجليزية في عمان. دي التعهدات. إنما كان بديفيد اللي هو إطار السلام، اللي هم الثلاث حاجات، اللي هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء، تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل، تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. رحمة الله على السادات لم ينسى الشعب الفلسطيني، سواء في المبادرة هو بيزور إسرائيل في الخطاب بتاعه التاريخي أمام الكنيسة الإسرائيلي، طلب بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. في كامب ديفيد طلب بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أيضا في معاهدة السلام، في نص من نصوص معاهدة السلام اللي هو بدء مفاوضات الحكم الذاتي للشعب الفلسطيني طبعا مع إسرائيل بعد شهر من التوقيع على المعاهدة. الفلسطينيين هم اللي ما رضوش يحضروا المفاوضات للاسف الشديد، وضع حقوقهم ومش عارفين ناخد منهم حاجه اسرائيل لغايه دلوقتي. وكان نشوف في يعني محمد الوقت كان غير الوقت، كان ممكن طبعا يعني الفلسطينيين لو اتفضلوا كانوا خدوا ارضه. نشوف محمد من الجيزه. الو، ازيك يا مستر؟ السلام عليكم، اهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا مستر. ازيك يا مستر عبد المنعم؟ انا حبيبي. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ اتفضل. انا عندي سؤالين بس يا مستر. اتفضل يا بابا. اتفضل، هنكتب وراك الاسئله. قول. بما تفسر تغيير وضع مصر السياسي. تغيير وضع مصر السياسي أثناء الحرب العالمية الأولى. أثناء الحرب العالمية الأولى. السؤال الثاني. ظهرت ازدواجية الفكر والثقافة. منذ القرن التاسع عشر. في مصر؟ ها؟ منذ القرن التسعة عشر مش كده؟ سؤال تاني معلش يا مستر. قول، اتفضل. دلل على صحة العبارة. دلل على صحة العبارة. على صحة العبارة. تميزت ثورة 1919. بالعديد من الخصائص. التي ميزتها عن غيرها من الثورات السابقه. تمام، في حاجه تاني؟ سؤال تاني يا مستر معلش. اتفضل حبيبي، اتفضل. صح او خطا دخلت القوات العثمانيه مصر في عهد كليبر واخذوا في جامعة الضرائب. معلش اخر سؤال يا مستر. قول، اتفضل. ما رايك في زياره الرئيس السادات للقدس؟ كويس جدا. في زياره الرئيس السادات للقدس. شكرا يا مستر. احنا اللي بنشكرك، اسئلتك جميله جدا. هنمسك حاجه كده مع محمد استاذ عبد المنعم. انا عجبني جدا السؤال الاولاني يا استاذ عبد المنعم، اللي هو بما تفسر تغيير وضع مصر السياسي اثناء الحرب العالميه الاولى. هو ده اللي هي دعاء كانت بتتكلم فيه. لا هو هنا استاذ عبد المنعم هو عايز ايه هنا؟ ليه انجلترا غيرت؟ استاذ عبد المنعم بيقول لنا ايه؟ السؤال ده دعاء طلبته، اللي هو حدث تغير وضع مصر. نشكر محمد جدا عشان هو جاب لنا مجموعه اسئله. شكرا محمد، اسمع لنا من خلال طبعا هنا لما نقول بقى بما تفسر بقى خلي بالك معايا، هو ايه السبب ليه انجلترا الحته دي بقى مستخبيه
قامت انجلترا بذلك انتقاما من تركيا، لان تركيا لم تحترم تعهداتها لانجلترا ودخلت الحرب ضدها. فطبعا معنى كده ان تركيا اصبحت في حاله عداء مع انجلترا. فما انت تبقى في حاله عداء معايا، انا بقى ابقي على السياده بتاعتك في مصر، طيب خلاص انهي السياده. ولو ان انجلترا هي اللي دفعت الدوله العثمانيه اللي فيها لذلك. تمام تمام. لان كان في اتفاق على سفن حربيه وجات انجلترا رفضت انتقالها. يعني كانت انجلترا مخططه ان هي تدفع الدوله العثمانيه في المعسكر الثاني اللي هو الوسط عشان تعمل كده، عشان تاخد مصر وتستولى على منطقه قناه السويس. يعني الدوله العثمانيه وقعت في الفخ ودخلت الحرب ضد انجلترا بعد ما المانيا يعني اوعزت ليها انها يعني ستساعدها في استعاده اراضيها اللي اخذت منها وتحتفظ. ودي موجوده في اول سطر في الفصل ايه، في المقدمه السادس، خلوا بالكم منها كويس جدا. انا جبتها في 2012. مش موجوده في الفصل من الحته دي مهمه، انت جيت قبل كده في 2012 اللي هي دخول تركيا الحرب العالميه الاولى. يبقى شفتوا بقى السبب. فالسؤال ده مختلف عن سؤال دعاء. السؤال الثاني صعب من سيادتك تقوله لنا بما تفسر ظهرت ازدواجيه الفكر والثقافه في مصر. بس انا هنا ليا تعليق، يعني هو منذ القرن ال19 ما هو دي موجوده. هو هنا هيتكلم من ايام الحمله، هو هيقول مثلا ايه في عصر محمد علي، ولكن الجذور بتاعتها بدات منذ عهد الحمله الفرنسيه. تمام زعمان. يعني انا ما ننساش يعني دي لما جت مره في امتحان في اختيارات. أيوة. بين اقواس ناس كتير اخطاوا فيها. كانت محمد علي لا احنا هنا يعني نفترض الازدواجيه دي شجره. طيب الجذور بتاعتها اتزرعت في ارض مصر امتى؟ منذ عهد الحمله الايه الفرنسيه. طب هنا شجره الازدواجيه كبرت في عهد محمد علي، لان هو اللي انشا المدارس الحديثه، هو اللي ارسل البعثات وجاب خبراء من بره يدرسوا هنا. لان نوع التعليم الحديث اللي اوجده محمد علي في مصر نتج عنه ظهور مدنيه حديثه تختلف عن ايه الثقافه الدينيه اللي كانت موجوده في مصر او منتشره في مصر في ذلك الوقت، اللي هي في الازهر والكتاتيب. يبقى النتيجه اهو ازدواجيه. الازدواجيه زي ما انت هتوضح لنا وجود نوعين من التعليم. تعليم مع وجود محمد، تعليم مدني وتعليم اللي هو الديني. طيب استاذ عبد المنعم، عشان معانا الاء من حلوان، وانا عارف ان الاء دي بتدينا اسئله كتير، دلل تميز الثوره 19 بالعديد من الخصائص التي ميزتها عن غيرها. يعني بسرعه كده ممكن اقول لك كانت ثوره اول ثوره قوميه في تاريخ مصر الحديث. برضو الحته بتاعت كانت بدايه ظهور مصر الدوله المدنيه الحديثه. أيوة. اللي بيقوم نظامها السياسه على اساس القوميه وليس الدين. برضو هزود لك كانت ثوره شعبيه شامله. تمام. تجلت فيها مظاهر الوحده الوطنيه. تمام. معايا. طيب. يعني المراه حق، يعني الحقيقه. طيب. الثوره دي فيها حاجات كتيره. طيب. هنا بقى السؤال الاخير لمحمد، وهو جميل قوي عجبني. صح ولا غلط، دخلت القوات العثمانيه مصر في عهد كليبر واخذوا في جامعه الضرايب؟ الجمله صح يا محمد، بناء على اتفاقية معاهدة العريش. ان تغلو القوات الفرنسية من مصر وتحتل القوات العثمانية اماكنها اولا باول. لما وصل كليبر لاسكندرية كان العثمانيين خدوا كل مصر، وفعلا بناء على الاتفاق مع كليبر بدأوا بجمع الضرائب. ولكن رفض انجلترا تنفيذ المعاهدة جعل كليبر يحاربهم ويخرجهم، ولذلك مراد بيوافق انه يحكم الصعيد. ليه؟ حتى لا يعود الحكم العثماني. ليه بقى؟ لانه مراد شاف العثمانيين دخلوا. لا خلاص وصل. رفضوا ان هو يحكم الصعيد. هو قال لك لا مش عايز الحكم العثماني. طيب. تاني ما رايك في زياره الرئيس السادات؟ طبعا يا محمد هنشكر، ويعني يعني نشكر جدا جدا في السادات عمله، لانه جنب الشعوب ويلات الحروب، وكان سببا في استعاده اراضينا المسلوبه ورفع كرامه مصر مره اخرى، واصبح لمصر درع وسيف. نشكر الرئيس الله يرحمه محمد انور السادات، اعظم من حكم مصر. طيب نشوف الاء يا استاذ عبد المنعم من حلوان. الاء. الو. السلام عليكم، ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا اهلا، ازيك يا الاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله بخير، ازي حضرتك يا مستر؟ اهلا بيك يا الاء، ازيك يا ماما؟ الحمد لله. يلا بقى قولي اسئلتك بقى. ما النتائج المترتبه على؟ جاهز بقى يا استاذ عبد المنعم عشان هي التقييم مجهزه كتير. ما النتائج المترتبه على؟ رفض مصر. رفض مصر. الدوران في فلك الاحزاب السياسيه. الدوران في فلك الاحزاب ايه؟ السياسية. الاحلاف. 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 الاحلاف السياسية. الاحلاف السياسية. اثنين. ازدهار زراعة القطن. ازدهار ايه؟ كمل الجملة. ازدهار زراعة القطن. في ايه؟ امتى؟ لازم تقولي في امتى يعني؟ في عهد اسماعيل مثلا. محمد علي ولا اسماعيل؟ لا اسماعيل. زراعة القطن في عهد اسماعيل؟
ممكن يبقى تاريخ. اصل السؤال ده يعني يعني حصل له يعني. طب ماشي، طب هنعلق عليه. هنقول ما الدروس المستفادة؟ واحد، فؤاد سراج الدين. مين؟ فؤاد سراج الدين. من ايه بس؟ من موقف؟ ايوه. ولا ايه؟ من موقف فؤاد سراج الدين. امتى؟ في ايه؟ في ايه؟ في حريق الاسماعيليه الحته بتاع ما لا استاذ عبد المنعم انت هتغششها. يعني لازم يا الاء تقول لنا الشخصيه الموقف بتاعها ساعه ايه؟ فاهماني؟ هو موقفه ساعه حريق اسماعيل، حصار مبنى محافظه اسماعيليه من قبل الانجليز، وطلب من القوات المصريه اللي هي بتاعه البوليس الا تستسلم، مش كده؟ طيب بيقول لنا السؤال كامل، يبقى موقف فؤاد سراج الدين من الاسماعيليه، من حصار مبنى محافظه الاسماعيليه. انت عارفه ليه انا بقول لك كده؟ لا عشان ولادنا اللي بيتابعونا احنا فاهمين السؤال، ولادنا يفهموا الجمله ايه معايا. واحد يكون لسه داخل دلوقتي بيشوف جزء من الحلقه فيفهم مين فؤاد سراج الدين وهو ما عندوش اي فكره فاني حته في المنهج. ايه تاني؟ موقف الحبيب بورقيبه خلال الحربين العالمتين. الحبيب بورقيبه خلال بين الحربين. اثبت او قايد بالادله. طب لحظه يا ماما عشان نكتب معاكي. قايد بالادله. تحركت القوى العربيه. تحركت القوى العربيه. حاكما ومحكوما في ان واحد. حاكما ومحكوما في ان واحد. امتى؟ امتى؟ ساعة ايه؟ ما هو السؤال كده. طب ساعة ايه يعني؟ اقعد ادور انا في المنهج؟ سؤال غامض. ساعة ايه طيب القوة؟ العربية اتحركوا امتى؟ ساعة حرب اكتوبر مثلا؟ ولا ساعة ايه بالظبط؟ ولا ساعة مؤتمر مثلا الخرطوم؟ ولا ساعة جامعة الدول العربية؟ ما أنا لازم تديني جزئية يا آلاء. لا ساعة فلسطين. فلسطين؟ هي بص يا علاء السؤال ده يعني ايه سؤال ناقص وانا مش هقدر اجاوبه. مش احنا اللي هنحط السؤال بقى لغايه اما تجيب لنا السؤال تكملته فين؟ هو يعني ممكن تاخدي اي حاجه في حرب اكتوبر مثلا. هي حرب اكتوبر هي اللي كويسه لان الرؤساء والشعوب اتحركوا، وممكن برضو المسانده. بس المسانده ساعه ايه؟ 56؟ لا يعني في حرب اكتوبر. خلاص هو السؤال طبعا ايه مش واضح، ودايما الاسئله الفنيه لازم يكون يا دعاء معروف اجابتها في انهي صفحه. في حاجة تانية يا دعاء؟ يا علاء؟ أيد بالأدلة ما أشبه الليل بالبارحة. ما أشبه الليلة بالبارحة في إيه بالظبط؟ في موقف أمريكا، أمريكا احتلت. في موقف أمريكا من إيه؟ أمريكا من إيه يا علاء؟ عمالة تتوهينا، حددي. والله يا علاء أنت حددي يا علاء الموقف، أمريكا مثلا ساعة 48 ولا أمريكا ساعة 56؟ وقفت موقف كويس ولا في 67 وقفت مع اسرائيل؟ هو السؤال ده موجود في النماذج كان القديمه حاجه كده. ولا في 73 في حرب اكتوبر؟ بصي يا علاء طالما ما تحددش المده ما بنعرفش نجاوب، لان هجاوب لك كل حاجه بقى، هجاوب لك كل حاجه. سؤال مفتوح يبقى. سؤال مفتوح، والامتحانات ما فيش فيها سؤال مفتوح، والامتحانات مش جايه فيها حاجه عن امريكا، احنا يعني عمليه سياسيه وهنقعد بقى نقول امريكا. خلاص؟ في حاجه ثانيه يا علاء؟ لا شكرا. طيب اسمعي بقى الاجابه الجميله على السؤال الاول والثاني والثالث والرابع. استاذ عبد المنعم، رفض الدوران في فلك الاحلاف السياسيه، هو السؤال ده جميل يعني ليه كذا اجابه. اتفضل. هو رفض طبعا تعرض مصر للعدوان الثلاثي عام 1956، واخد بالك؟ لان دلوقتي عبد الناصر لما هاجم الاحلاف العسكريه وهاجم بالذات حلف بغداد اللي عملته انجلترا مع تركيا وإيران وباكستان، وطبعا انضمت للعراق، فكانت النتيجة إيه؟ إن لما مصر رفضت الانضمام للأحلاف دي كانت النتيجة معروفة، وهي تعرض مصر للعدوان الثلاثي في اللي هي انجلترا وفرنسا وإسرائيل في أكتوبر 1956، وكراهية الدول الأوروبية الاستعمارية خاصة انجلترا وفرنسا لمصر ولجمال عبد الناصر. وبدأ بقى الاستعمار إيه؟ يعني يتحيل لنا أي فرصة للهجوم علينا، وإذا بعد ذلك بحرب 7
1960 ده غير ان هو عمل علينا حصار ورفض يزود مصر في عمليه بناء السد العالي، يعني كانت ليها كذا ايه نتيجه سلبيه على مصر. يعني من الايجابيه بتاعت رفض الدوران فشل حلف بغداد، لان رفض مصر ده ادى الى سقوط حلف بغداد بسبب الحركه الوطنيه العراقيه لما عملت ثوره 58. ده لو على حلف بغداد انما السؤال بتاعها في بصفه عامه، لان ما عندناش في المنهج الا حلف بغداد. وطبعا لازم نقول هنا برضو تبني مصر سياسه الحياد الايجابي وتاسيس حركه عدم الايه طبعا الحياد. وجمال عبد الناصر حضر مؤتمر بندون في اندونيسيا 1955. هو سؤال مفتوح عامه يا علاء، واما بيجيب احنا الاسئله في امتحانات بالذات ما النتائج دي لازم تكون الاجابه بتاعتها واضحه عشان الطلبه ما نفتحش الاجابه وتبقى العمليه مفتوحه. هو هنا ازدهار زراعه القطن النتائج ولا بما تفصل؟ هو بتقول ما النتائج، هو بس انا دي مش موجوده في المنهج لان دي مرتبطه بالحرب الاهليه الامريكيه. هو بس ممكن وينفع بيها تفسر يعني نقول تحسنت اساليب ايه القطن زراعته وزاد الانتاج. ده سؤال تحسنت اساليب زراعته لانه بقى يجيبوا نوع من البذور جيد جدا بقى يدي يعني انتاجيه كتيره فزاد الانتاج. بس هو طبعا ايه ما ينفعش ايه النتائج. مد وصل مستفادة الموقف هو ده كويس قوي ما يكمل. لازم نحيي هذا الرجل يعني انا لو اقول ما يعني هذا السفيد هو بيقول اصعب من ما هو الدرس المستفاد هنا ايه ان انا يعني ما استسلمش امام اي معتدي او اي دوله استعماريه مهما كان حجمها. لان لما نيجي نقارن يا الاء ما بين حجم الجيش الانجليزي وقوته العاتيه وما بين موقف وقوه رجال الشرطه الضعفاء اللي في الاسماعيليه، ويجي وزير الداخليه حينها فؤاد باشا سراج الدين يطلب او يصدر امر لرجال الشرطه في الاسماعيليه بالدفاع عن المدينه. ها هنا الدرس المستفاد ان احنا ما نخافش. عدد الجنود كام يا استاذ عبد المنعم؟ فين؟ عدد جنود الجيش المصري البوليس المصري كان 400. ده ما في عدد لا يذكر. الانجليزيه 5000. بص يا استاذ محمود، حتى لو عدد الجيش الشرطه 10000، ايه نوع السلاح اللي معاهم؟ بنادق اللي هي اللي بتضرب طلقه واحده، بينما هناك دبابات وعربات مدمره. فيعني مهما كان العدو بتاعك انا ما اخافش منه. يعني استاذ محمود بيقول لك ايه 400 امام 5000 جندي انجليزي مدججين يعني باحدث انواع الاسلحه، فانا ما اخافش. يبقى الدرس المستفاد انما طالما انا صاحب حق صاحب ارض بدافع عن ارضي انا ما اخافش من العدو بتاعي مهما كانت قوه هذا العدو. فانا احيي موقف فؤاد باشا سراج الدين رحمه الله عليه. برضو مدروسه مستفاده من موقف الحبيب بوركيبه ان لابد من الزعماء لا ييأسوا في مواجهه الاستعمار، والراجل ده برغم وجود الاستعمار الفرنسي في تونس الا انه دعا شعبه الى التعرف على لغه عدوه من اجل مواجهته ومن اجل التخلص منه. فالدروس المستفاده لابد ان هم ان الحكام العرب الا يخضعوا ولا يستسلموا لاي خطر، ويجب ان يقفوا مع شعوبهم من اجل مواجهه اي تحديات. هنشوف معانا مكالمه. ايمان الو. الو السلام عليكم يا ايمان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر؟ ربنا يخليك. ازيك يا ايمان، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام يا مستر. انا معايا سؤال بكل مدروس المستفاده من شخصيه كل امين. لحظه عشان الاستاذ عبد المنعم معانا بيكتب اهو. مدروس المستفاده من شخصيه كل امين. كل امين نابليون. واحد نابليون. محمد علي باشا. محمد علي باشا. محمد كريم. محمد كريم. شكرا. شكرا. طيب ايمان، انا يعني للاسف هو الـ الاسئله ما ينفعش كده، لازم يقوم في موقف. محمد علي في كذا، محمد قريم في كذا، نابليون في كذا. يعني مثلا نابليون في دخوله الازهر، مش كده استاذ ميم؟ ممكن في كذبه. محمد علي مثلا في تطبيق الاحتكار او الصادرات عن الواردات. محمد قريم في مواجهه الانجليز او مواجهه الحمله. تمام. طيب شكرا يا ايمان ليكي، وانت يعني شفتينا. يعني انت هتقولي الدرس المستفاد مثلا لو ادينا شخصيه زي شخصيه نابليون مثلا لما وزع المنشورات وبعتها وقال فيها انا جاي مصر اخلص المصريين من ظلم المماليك واعمل حكومه اهليه الحكم فيها المصريين واعاده الحكم العثماني، ايه الدرس المستفاد هنا؟ ان انا لا اثق في اي انسان جاي على راس جيش وداخل مصر بحجه انه يساعدني. يعني بالله عليكي يا ايمان، نابليون جايب معاه 36 ألف جندي وظابط
ده غير المعدات العسكرية والسفن الحربية اللي معاه فعلا عشان سواد عيوننا جاي عشان يخلصنا من ظلم المماليك صعبانين احنا قوي على فرنسا. الا طب ما ده يثبت النهارده لما تيجي تشوف ازاي نابليون داخل اسكندرية لما احنا رفضنا، مش محمد كريم رفض؟ يبقى راجل كذاب. يبقى الدرس لما جيت ثورة القاهرة الأولى عمل ايه في الجامع الأزهر وفي البيوت اللي حوالين الأزهر؟ يبقى هنا الدرس المستفاد ان انا لا اثق في اي انسان ينتمي الى دولة استعمارية، في اي انسان جاي على رأس الجيش بحجة ان هو جاي يساعدني للتخلص او في التخلص من الوضع القائم اللي انا عندي، استحمل اللي انا فيه واستحمل الظلم اللي انا فيه ولو ان دولة اجنبية تساعدني. انا مش عايز مساعدة من اي دولة اجنبية تحت اي مسمى، تحت اي مسمى. يعني تعالي مثلا اما تيجي تشوفي الدول الاوروبيه لما عملت نفسها بتساعدنا في الازمه الماليه ايام اسماعيل كانت النتيجه ايه؟ هل هم فعلا جايين يساعدونا لحل الازمه الماليه ولا جايين عشان يتدخلوا في شؤون مصر الداخليه؟ يبقى انا لا اقبل مساعدات من ايه، من احد. استاذ عبد المنعم احنا بنشكرك جدا على النهارده، احنا وصلنا لنهايه الحلقه والاسئله كتيره جدا وساعه يمكن ما كفتش، بس احنا مبسوطين ان احنا جاوبنا لكل ابنائنا كل استفساراتهم، واشكرك مره تانية وحتى نلتقي بكم ابنائنا ان شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.